الحمد لله على سلامتك يا ست دلال، نورتي بيتك. الله يسلمك يا جنى. تحبي تريحي هنا شويه ولا تطلعي فوق اوضتك على طول؟ لا تستريح فوق احسن، الجرح لسه جديد والقعده مش حلوه علشان. لا يما سيبيني، انا عايزه اقعد هنا شويه. خلاص يا حبيبتي اقعدي هنا وارتاحي واشربي اي حاجه قبل ما تطلعي تنامي. برضه ما استنانيش ولا كلف خاطره وجي المستشفى يسال عليا، ده انا لو كلبه في بيته كان زمانه اطمن عليها. قصدك على سيد؟ لا بس يعني لا مؤاخذه بدي الكلمه ما يصحش يعني من جه ما تجيش من سيد ولا من يوسف. بس يا ماما مش عايزه اسمع اساميهم تاني خالص، انا عايزه بس اشد حيلي واخلص شويه حسابات وامشي من البيت ده اصلا. تمشي فين بس يا ست دلال؟ ما حدش هيسمح لك تمشي من هنا. ما تتكلمي يا سوحي. ما حدش هيمشي من هنا يا جنة، ما خلاص كلنا هنعيش مع بعض. ايوه بس من غير ما نعمل اي مشاكل تاني. برايا يا حاجه ما تجمدي يا قلبك، امال هو الخوف مشي من عندي وجالك انت ولا ايه؟ ما تهدى يا موافي، مش لازم تاخد الموضوع بالشكل ده. انت ازاي وانا عندي رغبه ان انا اول ما اشوفه اديله بالقلم على وشه. اهدى يا بابي بليز، عشان كده ما كنتش عايزه اي تدخل منكم. ده اذا جه اصلا ده انسان مستهتر جدا. طب اقسم بشرفي لو ما جاش ده هنفيه بره البلد كلها. بابي انا ما بحبش الطريقه دي. غصب عني يا ندى، غصب عني، ازاي ولد زي ده يخدعني وازاي ابوه يوافقوا على حاجه زي كده؟ الناس دي لازم ملفاتها تتفتح كلها، مش كفايه ان اسمنا اتلوث بيهم. الحمد لله ان الجوازه دي ما تمتش. دي الحسنه الوحيده اللي مصبراني. بس انت غلطان طبعا يا موافي، المفروض كنت سالت عليه امن الدوله قبل ما يتقدم لبنتك. انا شفت ندى معجبه بيه والسعاده طايره من عينيها، ده غير ان ابوه معرفه قديمه وكان بيننا وبين بعض بيزنس. البيزنس حاجه والجواز حاجه تانية يا باشا. خلاص يا ماما حصل خير، انا مش زعلانه بالعكس انا فرحانه لاني مقتنعه اني لازم اسيبه. اتفضل فرحان فين؟ صباح الفل يا سعادة الباشا. ما بقاش يشرفني اني احط ايدي في ايدك تاني. ليه بس يا باشا؟ حصل ايه لا سمح الله منك؟ انت تخدعنا انت؟ لا من فضلك يا ماما، ده موضوعي انا لوحدي وانا اللي هتكلم فيه. هو في ايه يا اخوان؟ في ايه يا جماعه؟ سعادة الباشا في ايه؟ وحصل مني حاجه يعني؟ دلوقتي هتفهم كل حاجه يا يوسف بيه. معلش يا جماعه، ممكن تسيبونا لوحدنا شويه؟ في ايه؟ اتفضل يا استاذ يوسف. استاذ ايه يا ندى؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ هو في ايه حصل يعني؟ انا مش فاهم. والباشا دلوقتي انا بيقول لي والهانم برضو، انا مش فاهم في ايه غلط حصل يعني. بريء قوي يا جو، طريقتك دي بتفكرني باول مره اقابلك فيها، فاكر؟ هو دي حاجه تتنسي برضو؟ طبعا فاكر، امال ايه؟ بس برضو انا عايز اعرف واسال نفس السؤال، في ايه حصل مني غلط؟ بس في ايه؟ حاجات كتير قوي بس مش هينفع. بس ايه بقى؟ ما هو بس مش هينفع ليه بقى؟ ما انا لازم افهم. يا حبيبتي انا بحبك وما حبيتش حد غيرك ابدا. بليز يا يوسف بطل الطريقه دي. ماشي بس انا عموما يعني بقول اللي انا حاسه. احنا مش هينفع نكمل مع بعض. اللي انت بتقوليه ده ندى يعني ايه كده؟ ايه اللي حصل؟ مفيش كلام تاني ممكن يتقال، اتفضل. سيب البتاع ده شويه، وده وقت مزيكا يعني؟ الله يعني فرضا يعني؟ الله لا يقدر، الله لا يقدر. ما كملناش الله لا يقدر يعني. الحاجه دي هديتي ليكي، ما صحش ترجعيها. خلاص يا يوسف كل حاجه انتهت. الله ايه 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 الكلام ده بقى؟ انا مش فاهم يعني ايه اللي حصل عشان كل ده. يوسف خد شبكتك وانا هقول لك لندى مش قادره تقوله لك. ايوه سعاده الباشا يا ريت والله يا عمي. مفيش عمي، لان خلاص مش هينفع نبقى اهل او نسايب، لأن انتوا عيلة مش مفهومة وما عندكوش اعتراف بالقيم والمبادئ. أخوك
اللي شان الحملة عليا في الجرنان الفاشل بتاعه هو نفسه اللي منزل خبر خطف أبوك واللي مرمط اسم العيلة كلها في التراب يا سعادة الباشا. مش هو ده اللي كتب على الواد الخدام اللي عايش في الفيلا وقال أخوهم وتحاليل وابصاريه ومش عارف ايه؟ يا باشا بس هعمل ايه؟ ما هو في النهاية ده أخويا يا باشا إيهاب ده. يوسف أنت تعرف أخوك؟ قول يا يوسف شوشو راحت فين؟ ندى سيبينا لوحدينا شوية. في ايه يا باشا؟ أنا مش فاهم حاجة. في إنك تخطيت كل الخطوط الحمراء ونسيت إن أنت كنت هتبقى جوز بنت مين؟ واستغليت العلاقة الصداقة اللي بيني وبين والدك وخليت البنت تحبك ونسيتني أشوف ملفك. افتكرت إن أنت هتبقى راجل أعمال ناجح وتستغل المرحلة دي وتعمل لنفسك اسم. يا باشا انا كان على كده، انا نفسي اعمل ده ان شاء الله حتى من الوقت، واذا كان على الولد اياب ده ولا تحمل همه يا باشا، انا هخفهولك من على وش الدنيا. يا ريت قبل ما يعملها هو معاك. عدم المؤاخذه يا باشا، يعملها معايا ازاي يعني؟ اسمع يا يوسف، انا بعت الملف بتاعك لاخوك في الجرنان، وقبل ما يشهر بالناس الشرفة يشوف بلاوي اخوه الاول. بلاوي ايه يا باشا؟ يا باشا أنا يوسف سيد الدقاق، ابن الحج سيد الدقاق، صاحبك وصديقك. خلاص، لا في صحوبية ولا صداقة ولا أخوة. اسمع يا يوسف، إن ما قلتش لأخوك إنه يبعد عني ويسيبني في حالي ويسيب الحزب في حاله، أنا هنشر كل بلاويك ومصايبك في كل الجرايد القومية. غير تهديد يا باشا، من غير تهديد. البنت ده يكبر شويه والخبر ده تغيريه لانه مش حلو. انت تحطه هنا معلش. افرح يا عم ايهاب، افرح يا عم ايهاب، الف مبروك، الف بركه. ممكن تسيبنا شويه لو سمحت يا ريم؟ اوكي بعد اذنك. ايه في ايه؟ ايه الدخله اللي انت داخلها دي؟ وايه زعبيب دي؟ زعبيب ايه؟ زعبيب ايه ده؟ انا جاي لك عشان تتبسط وتهيص وتفرح. خلاص يا حبيبي، فسخت خطوبتي على بنت الوزير، عدوك الاول اتبسطت؟ ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ بسطت ايه وزفت ايه؟ بالعكس، انا لما عرفت زعلت. يا راجل ليه كده؟ ليه كده؟ مش هو ده عدوك الاول؟ خلاص هو حصل اللي انت كنت عايزه، ممكن بقى تبعد عن الراجل ده عشان ما يخربش بيت اللي جايبنا؟ يا استاذ يوسف الصحفي المحترم عبد للخبر، خصوصا لو كان مدعم بمستندات. ما هو بقى الكلام ده هو الكلام ابو نضاره ده اللي ما بياكلش معايا ولا بيخش دماغي. بقول لك ايه؟ ما تخلينيش اقول لك كلام يزعلك. ايه ده؟ ما تقول اللي انت عايز تقوله. في ايه؟ في ايه؟ تحب اقول لك انت شغال بفلوس مين؟ هو الجرنان ده مش بفلوس جد، وجد ده يبقى مين؟ مش يبقى دراع الوزير اليمين؟ مش هو اللي مشغل له فلوسه في السوق؟ اقول كمان ولا كفايه كده؟ وانت يا استاذ يوسف نسيت لما رحت لابوك علشان اطلب منه مبلغ اخش دي مساهم في الجرنان عشان الجرنان يطلع، وعاملني بمنتهى الاهانه؟ نسيت لما جيت لك انت شخصيا عشان تتدخل ولا عبرتني؟ ما تقول كده بقى، قول كده يا عم بوب، ما تقول كده. يعني انت عمال تغل وتنتقم مني من تحت لتحت. انت جاي عايز ايه بالظبط يا يوسف؟ في الملف، الملف اللي الوزير بعتهولك. ايوه هات من الاخر كده يا اخي، فهمني انت جاي ليه. سياده الوزير بيهددني بيك يا استاذ يوسف، بعت لي الملف بتاعك في امن الدوله وبيقول لي لو انت عايز تثبت انك صحفي شريف وحر انشره، انشره وافضح اخوك اللي هو انت. اللي هو انت ايه؟ انت تعمل لي فيها بطل وتقول لي صحفي وحر وبطيخ؟ ملف ايه؟ ده تلاقيه كله حاجات متلفقه. مش كلها الحقيقه. يعني حكايه الضرايب والتهرب من الجمارك، الحاجات دي كلها مش متلفقه يا يوسف، بس مش دي المشكله. المشكله في حاجه تانية. حاجه تانية ايه؟ اختفاء شوشو. طب وانا مال؟ ما تختفي ولا تظهر ولا تنديع بجاز، انا مال انا؟ انت ناسي انهم لقوها مرميه من فوق المقطم؟ ناسي؟ ده غير ان نهى كانت مبلغه عنها، والتحريات اثبتت ان انت اللي كنت معاها اخر مره. يا عم ايهاب، يا عم ايهاب، انت عايز تلبسني جناية قتل ولا ايه يا عم ايهاب؟ وطي صوتك يا يوسف، في ايه؟ ده اللي موجود في التقرير. انا ما بختناش حاجه من عندي، بس طبعا طرمخوا على الموضوع في البدايه.
عشان خاطر سيادة الوزير أبو نسب. الله، إيه التخريف ده؟ إيه التخريف ده؟ فين الملف؟ فين الملف اللي ببعته لك؟ ما بلاش. فين الملف؟ بلاش يا يوسف، اسمع كلامي. بلاش، لأن في أدلة لو ظهرت ممكن تضايقك. أدلة؟ أدلة إيه؟ ما تنساش إن نهى كانت صاحب الشوشو وبتحكي لها على كل حاجة، بما فيهم زيارتها لخطيبتك. يعني إيه؟ يعني ممكن تكون قالت لها على موضوع الحبل؟ ليه لا؟ لا ازاي؟ ما ده مش معناه ان انا قتلت يعني. الله، ما هي ممكن تكون عرفت اي حد واختلفوا سالنا انا عن الاشكال دي. تقصد تقول يعني ان ممكن يكون هو اللي قتلها؟ طب خد شوف اقرا. جايز. قلتلك يا شو، مش قلتلك سيادة الوزير بيهددني بيك؟ اسمع النصيحة دي من أخوك، الراجل ده نابو أزرق، اليومين دول بالذات أنت تبعد عنه، لحسن ده ممكن في يوم وليلة نلاقي مخازننا كلها ولعت وبقت على البلاطة، ونلاقي قضايا تهرب ضريبي قد كده. اسمع مني، ساعتها مش هتنول مليم أحمر من فلوس أبوك. ده تهديد صريح يا أستاذ يوسف بحرماني من الميراس ولا إيه؟ يا ابني بقول لك إيه، بلاش الكلام التخين ده وافهم، موضوع شوشو ده بالذات مالكش فيه. مش أنا اللي برخرب وراك يا يوسف. يا ابني افهمني، يا ابني افهم بقى، الراجل ده نابو أزرق، أنت يا عم اللي أنت عايزه بطلبه مني وأنا أعملهولك. ماشي. كمال وحيد. ودول مالهم دول كمان؟ إيه؟ خلاص؟ بقيت ملطشة أي حد يتشرط عليا؟ ما هما كمان يا يوسف ماسكين حاجات تدينك قدام ابوك وقدام القانون. انا رايي انك تظبط امورك معاهم واقعد فاهم معاهم. حلو قوي، يعني انا بقيت ملطشه للجميع دلوقتي. وليه ما تحاولش تتفاهم معاهم يا يوسف؟ دول اخواتك برضو. مش هتفاهم غير لما اعرف ماسكين عليا ايه الاول. اقعد معاهم. عايزين مني ايه يا اخي؟ عايزين مني ايه؟ عايزين نعرف ايه اللي بيحصل في الوكالة، وانا عن نفسي عايز فلوسي وإلا. لا 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 لا، اربط مفيش وإلا. انا ما بتهددش يا كمال، نسيته؟ ايه جاي تلهفوا خيرها دلوقتي ونسيتوا ان الوكالة دي انا اللي كبرتها بدماغي وبشغلي فيها؟ ايوه، ما احنا عايزين نعرف بقى دماغك وشغلك فيها وصلنا لحد فين. إيه؟ دماغ ايه وفقه؟ ايه انت مش فاهم حاجة منك يا وحيد؟ مش فاهم حاجة يا يوسف؟ اللي انا عرفته من دلال يخلينا نشك فيك وفي دماغك، وعلشان الامور ما تتطورش وتخش في سكة مش تمام احنا قاعدين مع بعض علشان نحلها. ودي وما تنساش انا معايا حكم محكمة على ابوك بالسجن. ابوك ايه؟ ابوك بقى هو دلوقتي بقى ابويا، ما هو ابوك انتوا كمان. ما ترد يا عم وحيد. يوسف بلاش تكلمني في الموضوع ده بالذات، انا عملت كده عشان اريح امي في تربتها وبس، لكن لو عليا انا ابقى ابن عم متولي احسن لي، اهو على الاقل راجل غلبان وما بيظلمش يا حاجة. عم خليك في عم متولي بتاعك، بس ما تحبس ابوك بقى. الله، ده ابوكوا عايزين تحبسوه، كفاكوا فضايح، سيرتنا بقت على كل لسان. خلاص يا يوسف، ده انت تحلينا ولا ايه؟ يبقى تديني فلوسي. عايز كام يا كمال بيه؟ اهو من غير ردح. عايز كام جنابك؟ مش هقل بوصلي معاك واقول لك اديني اكتر من الاتنين مليون اللي انت سرقتهم. سرقتهم اهو، سامعين يا مرات؟ بيقولي سرقتهم. يوسف ما تنجز يا يوسف، مش هنقعد نزيد ونعيد في الحوار ده بقى. معيش المبلغ كله، هو انا بتكلم صيني؟ معيش المبلغ كله. اديله اللي معاك يا اخي، وهنتفق على مواعيد ياخد فيها بقيه فلوسه. انا ما اقدرش ادبر غير نص مليون دلوقتي. نعم يا اخويا، احنا نهزر؟ فيه يا كمال،
ما تهدى شويه، الكلام اخده وعطى. بحبحها شويه يا يوسف. ما ينفعش ادبر اكتر من كده، ما ينفعش. وبعدين استنوا، تعالوا. انتوا نسيتوا الملايين اللي اتدفعت في موال خطف ابوكوا دي؟ لا لا لا، تعال انت حبيبي، تعال. ده يكذب الكذبه ويصدق نفسه كمان. ما تتكلم مع ام وحيد. اتكلم اقول له ايه بس يا كيمو؟ اقول له من ساعه ما سمعته بيتفق هو وزكي، ولا اقول له من ساعه ما راقبته وشفته هو بيحط الفلوس في البنك، ولا اقول لك انا هقول له على العيال اللي اداهم 5000 جنيه وفي الاخر اداهم شنطه مليانه جرانين ومجلات؟ ايه رايك يا يوسف؟ يا جماعه خلاص بقى، في ايه؟ الله، يوسف دلوقتي بقى فاهم كل حاجه وعارف ان اللعبه على المكشوف، بس برضه مش لازم ننسى ان احنا اخوات. خلص امورك يا جو. مكشوف ايه ومقفول ايه؟ ايه 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 الكلام ده؟ الله، انتوا بتراقبوني بقى؟ انا ما اعرفش حاجه عن اللي انتوا بتقولوه. يوسف، انا عايز كل فلوسي اللي اتسرقت مني. هو نص مليون دلوقتي، الباقي بقى ما ارجع من الصين بقى. لا ما بس بشرط. ايه هو؟ تروح بكره تتنازل عن القضيه قبل ما ابوك يعرف. ها، وانا ما يخلصنيش ان انا اسجن ابوك الا اذا قلت بوصلك معايا وفكرت انك انت ما تدينيش بقيه الفلوس. الحوار ده ما يطلعش بيننا احنا الاربعه، ولو عرفت انه طلع بره مش هيحصل حلو. اتفضل. بالسلامه حبيبي، بالسلامه. هو ليه يوسف خايف ان ابوه يعرف ان كمال خد عليه حكم في قضيه شيك؟ الله 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 الله، ايه التفكير العالي ده يا عم وحيد؟ شايف يا كمال وحيد بقى تفكيره بمزاج ازاي؟ امال هو انت لسه شفت حاجه؟ لسه ما طلعش مواهبه. يوسف هيعمل حاجه من الاتنين، يا اما هيروح يبلغ ابوه بنفسه وفي الحاله دي هيفهمه ان هو اللي خلص الموضوع، يا اما حد عنده فكره يوسف ممكن يعمل ايه تاني؟ يا اما ينيم الموضوع لحد الحكم ما يبقى نهائي وبعدين يلعب لعبته، يحرض ابوك وتفاوض هو. طب ممكن بقى ننسى يوسف ومشاكله؟ عشان انا عايز اكلمكم في موضوع شخصي شويه. انا والبنت جنة قررنا نتجوز قريب بصراحه كده. اخوكوا على الاخر. مش بقول لك لسه ما طلعش كل مواهبه. ما تقلقش يا حبيبي، محدش هيعمل لك فرحه بغيرك. الساعة كام؟ لما تخلص سفرية الصين. تمام، وهو بالمرة أجيب عفشي من هناك. حتى أنت يا وحيد هتجيب عفشك من الصين؟ ما تقلقش يا بوب، أنا عفشي هيعملهولي صنايعي مصري، شغله برقبة أجدع صنايعي في الصين. النهاردة فيري سبيشال، عاملك زي سي السيد، عايزة أنسيك أسبوع الاعتقال الغريب اللي حصل لك ده، ولو اني مش مصدقه قوي انه خطف. انا قضيت اسود ايام حياتي الكام يوم اللي فاتوا دول. هنسيك كل حاجه حصلت لك فيه، هعوضك كل ثانيه. انا عالي عشت، نفسي اعرف مين اللي عمل العمله السودة دي. اسال نفسك مين اكتر ناس في الدنيا بيكرهوك وبيتمنوا لك الشر. مفيش غيره، أكيد هو جاد الكلب. جاد مش بتاع خطف، اسألنا أنا. أمال تفتكري هيكون مين يعني؟ اللي طمعانين في فلوسك، اللي نفسهم يورثوك بالحياة، اللي كان معشم نفسه يلهف منك حاجة ومعرفش. اللي هيخلي عقلي شت ان مين ده اللي يستجري انه يخطفني او يهوب ناحيتي الا اذا كان قلبه ميت. الحكايه مش صعبه قوي ان انت تخطف حد في الزمن ده، تدفع تعمل كل اللي انت عايزه. ما انا عشان كده فكرت في جاد الزفت ده، الوحيد اللي مستعد يدفع عمره علشان يأذيني. هو انت ليه مستبعد ولادك؟ ولادي وحيد
اللي ظهر فجأة كده وفرد نفسه في البيت وعايز يعوض كل اللي فات، وانت يا حرام كاتم على نفسه. وحيد ولا إيهاب؟ يا ساتر يا رب، ده مية من تحت تبن سوسة. إيهاب ولا يكونش يوسف؟ لا 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 لا, لا يا يوسف، لا يمكن يوسف. ايه وبعدين انتي ما قلتيش كمال؟ لا كمال لا طبعا، ما عندوش اكتر من سبب يخليه يعمل كده. بس يوسف اكيد. لا يوسف ايه؟ يوسف ده بيساعدني، وبصراحة ربنا ده الوحيد منهم اللي بحس انه ابني فعلا. بيبي مش عايز العواطف تاخدك قوي كده وتفتكر ان يوسف بيحبك بجد. إن جيت للحق هو ما يفرقش كتير عن إخواته. يوسف بالذات لا، يوسف ده الوحيد اللي سندني. أنا معاكي إن الباقيين بيكرهوني، وخصوصا الواد اللي اسمه كمال، والبغل كمان اللي اسمه وحيد. طب وإنت ناوي تعمل إيه دلوقتي؟ أنا نفسي أخلص منهم، بس إزاي؟ طب واللي يقولك على طريقة يخليهم يغوروا في 60 داهية بعيد عني؟ ازاي بس ازاي يا لؤة؟ دول عاملين زي ما يكونوا شوية حيوانات وغرزوا سنانهم في حتة لحمة. هيفضلوا كده طول ما هم عارفين ومتأكدين ان انت معاك فلوس. يعني ايه عايزة تقول ايه؟ هنخليهم يعرفوا ان انت معاكش ولا مليم، ساعتها بس هيحلوا عنك. لا 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 ازاي؟ ما هم متأكدين ان انا عندي تلال فلوس. ما احنا هنعمل ملعوب صغير قد كده، هننقل كل املاكك باسمي. كل املاكك باسمي ازاي يعني؟ مؤقتا بس يا حبيبي. لا 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 ده حل. طب وفرضي ده حصل، الشغل هيمشي ازاي؟ اقول لك كده يا حياتي، بص بقى، احنا هنكتب كل املاكك باسم، وانا هعمل لك بيهم شيكات عشان نعرف مين اللي بيحبك بجد ومين اللي عينه على فلوسك، وهعمل لك توكيل رسمي يحفظ حقك كله. صراحة المسألة دي ما كانتش في دماغي، هو وعايزة تفكير جامد. معقولة معقولة السيد الدقاق فجأة كده يبقى ما عندوش ولا مليم؟ قول شهرين تلاتة يا حاج، ولا انت يعني مستخوني خايف مني يا حاج؟ يا حبيبي يا قلبي يعني ده انا كل ليك. ده كلام تقولي؟ استخونك ازاي بس اذا كنت انا مسلمك عمري كله؟ عمري مش هستأمنك على شوية ملايين؟ لا لا بس بصراحة ربنا لأن أنا ما فكرتش فيها أبدا، مسألة إن أنا أكتب فلوسي كلها باسمك أو باسم حد غيرك حتى، يعني مسألة عايزة تفكير. أنا يما أنا الكلب الدون يعمل معايا أنا كده؟ اصبري بس يا بنتي، ما تعمليش في نفسك كده لغاية ما نعرف راسنا من رجلينا، لغاية جرحك ده ما يلم. ده انت يا ضنايا لسه خارجة من عملية. ما تخافيش عليا يا أم، أنا كويسة، أنا بس جوايا نار بتغلي مش قادرة، ومش هستنى لما الغندورة اللي معاها تاكل دماغه أكتر من كده. بإيدك إيه تعمليه؟ لا ده أنا بإيدي كتير قوي، ده كل أسرار شغله معايا، ولو حكمت يما هقتله. ما خلاص، ما أنا كده كده مستقبلي ضاع. لا الكلام اللي بتقوله ده خطر، خطر عليكي قوي يا بنتي، فوق لنفسك. المعلم سيد لو سمع الكلام ده ممكن يضيعك، مش هيفوتها لك. ما تخافيش عليا يا اما. لا الكلام ده كان زمان يا ضنايا، لما كان خلاص مفيش على الحجر غيرك تتدلعي وتتبغددي زي ما انت عايزه، لكن دلوقتي لا، الحاج عينه زغت على واحده تانيه، ممكن تاكل عقله تضيع الدنيا كلها. فوق لنفسك يا دلال، لازم تعرفي ان الحاج سيد قرصته والقبر. يبقى انت لسه ما تعرفيش بنتك. والله العظيم لو فكر يعملها لخلص منه القديم والجديد، ولا يعني خلاص عشان ابني منه مات. لا انا برضو لسه ليا عنده حقوق،
اما العقربه بقى اللي معاها دي انا هوريها اعمل معاها ايه. والنبي يا سيوحيل انا ما مصدقه نفسي، اخيرا هلبس الفستان الابيض والطرحه البيضاء ونعمه ما مصدقه نفسي. ما انت ما كنتيش مصدقاني برضو لما قلت لك ان انا ابن الدقاق، واديني اثبتت لك اهو. يبقى من هنا ورايح اي حاجه اقولها لك تقولي ايه؟ اقول امين على طول. امين مين يا بت؟ انا وحيد. امين يا سي وحيد يعني يا عينيا يا سي وحيد يا روحي كده يعني. بس انا لسه مش مبسوط برضه يا جدع. ليه بس يا اخويا؟ ايه اللي مضايقك؟ هو مفيش حد في النادي الزفت ده هيجي يشوفنا نشرب ايه ولا ايه؟ انت يا بني ادم انت. ايوه يا فندم تحت امرك. مش تيجي تشوفنا نشرب ايه انا والانسه؟ ايوه يا فندم انا بس قلت استنى لما حضرتك تخلص الحوار منك وتفضلوا تقعدوا. انت مالك انت مخلص الحوار ولا ما نخلصش الحوار؟ يلا 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 هات لنا اتنين مانجا بسرعه يلا. تحت امرك. انت مالك يا اخويا كده شخبط في الراجل كده ليه؟ بتجنن يا جنة. بتجنن لما احس ان في حد مش معبرني ولا حاسس بيا. بس انت برضو مش مبسوط. طبعا مش مبسوط. ابويا بيعاملني نفس المعامله. مستكتر عليا ان انا ابقى ابنه. مش مهم، المهم دلوقتي انك بقيت وسط اخواتك وليك كلمه عليهم، وخصوصا اللي اسمه كمال واللي اسمه ايهاب ده. ايوه بس انا في دماغي حاجات كتير قوي نفسي اعملها وبسرعه. وماله، انت دلوقتي رجلك بقت في الوكاله وليك كلمه عليهم. كمان جوزك مني ولا جوزك مني يعني مش مكفيك؟ بص عليك يا جنة. طب ده انت اكتر واحده عارفه ان انا نفسي اكمل عمري كله معاكي. طب هنقعد في انهي اوضه بقى؟ الاوضه اللي تعجبك. شوفي انت عايزه تقعدي في انهي اوضه وانا هقعدك فيها. بس بس ايه بقى؟ والنبي افرح معايا شويه، كفايه نكد. سمر وحسونه فردوس نفسي اعمل لهم حاجات كتير قوي. النبي انت طيب قوي يا سي وحيد وجدع، ربنا يقدرك يا اخويا ويخليك لي. خد يا بت اقبلي مني الهديه دي. هديه ايه؟ افتحي بس. ايه ده؟ محمول عشاني. ما يعني اللي بيمسكوا محاليل احسن منك. يلا وانا كمان جبت لنفسي عدة اهو عشان ما نحرمش نفسنا من حاجه. عايزك بقى وانا في الصين كل يوم ترني عليا قبل ما تنامي. انا فين بس يا اخويا؟ هو انا هيجي لي نوم يعني والكام يوم اللي انت هتسافرهم دول؟ حبيبتي يا جنه انت بس ظبطيني مزدات ومالكيش دعوه. ايه مزدات دي يا اخويا؟ بقول لك ايه، قولي يعني هي المسافة قد ايه يعني من هنا للصين؟ يعني هتروحها قد ايه كده بالعربية؟ عربية؟ لا احنا احتمال نطول عشان هنروح بالجمل. يا بنت انا هركب طيارة يا بنت، هطير في السماء، هقرب من الملايكة وهدعي ربنا انك تفضلي جنبي على طول. ده كان مولع نار يا إيهاب. ايوه وقعد يشخط وينطر ويهددني كالعادة. أنا رديت عليه بقى رد قتله، قلت له لا يا سيادة الوزير أنا ماليش علاقة بالموضوع ده وشايلتك أنت الليلة. وأنت كمال أخوك قاعد معايا أهو منور الدنيا. ماشي يا بوب، أنا هكلمك بعدين، مع ألف سلامة. إيهاب أخوك بيسلم عليك. الله يسلمك ويسلمه. قول لي بقى إيه الزيارة المفاجأة دي؟ جاي لي مخصوص ولا معدي بالصدفة؟ لا جاي لك مخصوص يا حاج. اتفضل. الفلوس دي حقك عندي. حق؟ حق إيه يا كمال؟ وجبت الفلوس دي منين؟ دي فلوس العربية اللي اتحرقت، وأنت شلتني في بقية الأقساط. الحمد لله ربك سهلها وخدت جزء من الفلوس اللي ليا عند أبويا. الله 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 الله، ده بدأوا يمطروا عليك بقى بالفلوس. الفلوس دي بقى خدتها من السيد الدقاق ولا من يوسف؟ خدت نص مليون من يوسف، ولما يرجع من الصين هاخد الباقي. حلو، ده بدأوا يتهدوا اهو. انا مش عارف الناس دي بجد ولا بتلعب لعبة جديدة. انا مش مستريح يا كمال اليوم. لا ما تخافش، احنا واخدين بالنا كويس قوي. وحيد خلاص بدأ يروح الوكالة، وأنا هروح أقعد مكانه لحد ما يرجع هو من الصين، وبعدها لينا قعدة مع الحاج سيد. قعدة إيه تاني؟ ما خلاص بدأ يديك فلوسك أهو. قعدة؟ علشان كل واحد في عيال سيد الدقاق يعرف اللي ليه واللي عليه. لا
ده كليم معاه في مواجهة كبيرة هو يوسف. المرة دي مفيش قدامه غير حل واحد، هيشاركنا معاه في اللي هو بيعمله، يا إما بقى يواجه مصيره. تقصد مين يا كمال؟ سيد الدقاق. دلال؟ ازيك يا لقاء؟ اهلا. ايه يا لقاء؟ مش هتقولي لي اتفضلي؟ اتفضلي. حلو قوي بيتك، طول عمرك بتعرفي تختاري صح. اكيد يا حبيبتي انتي مش جايه كل المشوار ده عشان تقولي لي رايك في فيلتي، مش كده ولا ايه؟ جوزي فين يا لقاء؟ السؤال الغريب ده، هيكون فين يعني؟ يا عندي يا عندك يا في الوكاله. سيد من يوم ما رجع ما شفتهوش. اهو عندك يا حبيبتي، ابقي اساليه ما بيروح لكيش ليه. ده على اساس ان انتي ما تعرفيش، وعلى اساس ان انت مش عارفه ان هو ما بيردش على مكالماتي. والله اللي يدور يلاقيك انت اللي مخليه ما يردش عليا. ايه يا دلال، ازاي بتتهجمي على مراتي بالطريقه دي؟ وهو انا مش مراتك زيها؟ رميني الرميه دي ليه يا سيد؟ رميكي؟ اللي سمعت يقول انك مش عايشه في فيلا بتاكلي وتشربي و... بسم الله ما شاء الله عايشه ولا الملوك؟ الاكل والشرب مش كل حاجه يا سيد. ازاي قدرت تعمل فيا كده وما تسالش فيا؟ وليل ونهار لازق للغندوره بتاعتك. بيهيف يا حبيبتي، انت في بيتي ومش عايزه اغلط فيكي، وكمان هتغلطي فيا؟ يرضيك كده يا حاج؟ بصراحه يرضيني. وبعدين انت ليكي بيت، اتفضلي اقعدي فيه. بتطردني يا حاج؟ بعد كل اللي عملته عشانك بتطردني؟ عملتي له ايه بقى؟ انا عايزه اعرف. مش كفايه ان هو خدك من الفقر اللي انت كنت عايشه فيه وقببك على وش الدنيا؟ مش احسن من خطفت الرجاله اللي تتجوز الشايب من دول تقشطه وبعد كده ترميه وتدور على غيره؟ ها يا لقاء، مين عليه الدور بعد سيد؟ شفت يا حبيبي؟ شفت بتقول ايه عليا وانت واقف؟ شفت يا حبيبي؟ اتسهوكيله يا اختي اتسهوكيله، ما هو بيركع قدام المتسهوكين اللي زيك. كلامك انت اتخطيتي حدودك قوي، وإلا تأدبك دي ما عادش يتسكت عليها. احترمي نفسك وإلا هرجعك زي ما كنت في الأول. هتعمل أكتر من اللي أنت عملته يا سيد. ده أنت عرفت إن ابني مات في بطني ما كلفتش خاطرك حتى تسألني مات إزاي، ولا هزيت طولك طول ما أنا مرمية في المستشفى وجيب بصيت علي. كل ده ليه يا سيد؟ كل ده عشان ترضيها؟ مالك يا سيد؟ مالك بقت ضعيف قدامها كده ليه؟ مالك؟ إخلاصي خالص وغوري من قدامي السعادة وولادك هتوصلك لغاية عندك. وبقولك ايه؟ أنا راجع البيت، لا عايز أشوفك فيه ولا أشوف الحرباية أمك. اطلعي بره، بره!